تشارك مملكة البحرين في الاحتفال بيوم الطفل العالمي مرتكزة على عدد من الإنجازات التي حققتها على صعيد الاهتمام بالطفولة. حكومة مملكة البحرين أولت اهتماما ورعاية كبيرة لمختلف شرائح المجتمع، وتأتي الطفولة على رأس هذه الاهتمامات، حيث تعمل الحكومة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية على توفير مختلف المتطلبات الأساسية لتنشئة جيل قادر على النهوض بمستقبل البحرين بكفاءة واقتدار. وللحديث عن هذه المناسبة معنا على الهاتف الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية. مساء الخير سعادة الدكتورة، شهدت مملكة البحرين إنجازات متميزة فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل، كان أبرزها صدور المرسوم الملكي رقم 32 بشأن قانون الطفل وتشكيل الاستراتيجية الوطنية للطفولة. ماذا تمثل للبحرين هذه القفزة والتطورات الإيجابية في هذا المجال؟ مساء الخير لكم جميعا وللمشاهدين. طبعا احنا في احتفالنا بالايام المخصصه للطفل، طبعا في من ضمن الاحتفالات العالميه احنا نحتفل ايضا بيوم الطفل العربي. الطفل العربي بالذات في هذه الفتره يواجه تحديات كبيره في التحديات السياسيه والاقتصاديه اللي تواجهها المنطقه، وبالتالي البحرين ليست بمعزل عن كل ما يحيط فيه، وأيضا استغلال الأطفال في كثير من الأحيان استغلال خاطئ سواء في المسيرات أو في دسهم في أمور سياسية. فلذلك أتى طبعا صدور المرسوم الملكي رقم 32 عام 2016 للطفل. هاي طبعا إنجاز كبير لمملكة البحرين ودول عربية قليلة اللي استطاعت أن يصدر لها قانون، والبحرين من ضمنهم. هذه القانون يمثل المظلة التشريعية اللي تساعد الطفل في أو تساعد المجتمع في الحفاظ على حقوق الطفل، وهي ليست مسؤولية وزارة واحدة وإنما مسؤولية وزارات مجتمعة كيف تعمل على حماية الطفل من استغلاله في على سبيل المثال في المسيرات وغيرها. نعم. طبعا هذه من أهم الإنجازات طبعا هذا المرسوم، وهذه علامة يمكن إحنا حتى في علامة دول مجلس التعاون احنا اول دولة خليجية لديها قانون لحماية حقوق الطفل. نعم سعادة الدكتورة، على المستوى الدولي حرصت مملكة البحرين على الانضمام في الاتفاقيات الدولية التي تدخل في إطار حماية وصون حقوق الطفل، ما هي ابرز هذه الاتفاقيات وما الذي تضمنه للطفل في البحرين؟ طبعا الان ما يقارب اكثر من 20 عام من توقيع مملكة البحرين على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وقدمت البحرين ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية 3 تقارير إلى الأمم المتحدة بهذا الشأن وعلى الإنجازات اللي قامت بها. فمن أكبر الإنجازات طبعا أن احنا وهذه اللي احنا دشناه قريبا اللي هي الاستراتيجية الوطنية للطفل، واللي كان بالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة على مدى 5 سنوات قادمة. البحرين قامت بأعمال جدا واضحة في حماية الطفل، طبعا بحسب القانون في تأسست لجنة وطنية للطفل واللي هي اللي ساهمت في إعداد هذه الاستراتيجية. أيضا وزارات الدولة كلها وطبعا ومنهم وزارة التنمية الاجتماعية حرصنا على تأسيس البرامج والمشروعات اللي تحمي الطفل في جانب، وأيضا تقوم على تنمية الطفل في جانب آخر. فمثلا في وزارة التنمية الاجتماعية أنشأنا مركز حماية الطفل وخط نجدة ومساندة الطفل اللي هو رقم 998. أيضا أنشأنا بيوت لرعاية واستضافة الأطفال في حالة أن ما آبائهم إما يكونون مثلا موقوفين عند القضاء أو أسر متفككة أو يكونون أطفال مجهولي الوالدين. هذه البيوت والحضانات هذه احنا اسسناها لرعايتهم 24 ساعة بافضل انواع الرعاية. ايضا انشانا برنامج بديل، عفوا برنامج للرعاية البديلة. نعم. بحيث ان احنا مو شرط ان الاطفال يجلسون نحتضنهم عندنا في مؤسسات، لكن ممكن ايضا نتعاون مع الاسر البحرينية
أن هم أيضا يستضيفون هؤلاء الأطفال. وعلى صعيد تنمية الطفل قمنا بعدد من البرامج في وزارة التنمية الاجتماعية، منها إنشاء المراكز العلمية، أندية الأطفال والناشئة، في برامج كثيرة أيضا، برامج داعمة للهوية البحرينية مثل برنامج فرسان السلام وغيره. ندعم مشاركة الأطفال في المسابقات العربية والدولية، وكذلك لدينا خدمات استشارات للأطفال سواء عن طريق خط 998 أو عن طريق مكاتب الإرشاد الأسري الموجودة في المراكز الاجتماعية. طبعا هذه فقط إنجازات وزارة واحدة من وزارات الدولة. إحنا نتكلم عن وزارات الدولة، وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة الإسكان وغيرها من الوزارات اللي تقدم ولا تزال تقدم للطفل ولأهله، حيث أن الطفل يعيش حياة يعني مستقرة وسط أسرته في مكان بيئة جيدة، بحيث أنه ينمو هذا الطفل وهو اللي يبني بلده في النهاية. نعم، سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي، وزيرة التنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.